مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية العراقية تعود مجددا مطالبات البصرة جنوب البلاد بالحكم الذاتي إلى الواجهة مرة أخرى، وبعد رفض المطالبات المتكررة للبصرة بحكم ذاتي على غرار إقليم كردستان على مدى السنوات الماضية، بدأ سياسيون في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط باستخدام ما وصفوه بأنه تكتيكات جديدة لتحقيق رغبة السكان كما يقولون. البصرة تحتاج إلى إدارة ذاتية وبناء وعمل ذاتي، لأنه إذا ترتبط في بغداد لن تنال نصيبها من هذه الموازنة نهائيا، وتبقى ضعيفة ومهلهلة تتلاقفها الأطراف السياسية المتنفذة وتأخذ أموالها وتصرفها على مشاريع غير ضرورية. فأخوي الوقت ضيق. وأسس سياسيون حزبا جديدا باسم تجمع الفيحاء الفيدرالي بهدف تبني نظام فيدرالي في العراق يقوم على الحكم الذاتي لأقاليم متعددة انطلاقا من البصرة، ويضم هذا الكيان الجديد جمع من أنصار الفيدرالية في جميع محافظات العراق. احنا قسمنا مراحل العمل إلى مرحلة تثقيف وبدأنا بها منذ 2003 إلى مرحلة الكيان السياسي هي المرحلة الحالية، ثم الصراع مع السلطة وفق الدستور والتشريعات الموجودة. أكيدا يعني احنا ما عملنا إلا بعد أن تسجل الكيان بإجازة رقم 225 وتاريخ 15/10/2019، فما له علاقة بالانتخابات. ندعو الطبقة المثقفة والطبقة المتعلمة أن تخرج من القوقعة اللي هي طبعا بسبب اليأس وبسبب الخوف وبسبب يعني الأمور الأمنية انكفأت على نفسها، وبالتالي ندعو هذه الطبقتين المثقفة والمتعلمة إلى دعم إنشاء كيانات جديدة وأحزاب جديدة. يمنح الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 عقب عامين على سقوط نظام صدام حسين الحق للمحافظة الواحدة أو عدة محافظات مجتمعة بتشكيل إقليم ذاتي الحكم في البلاد، لكن هذا الأمر حال دون تحقيقه ذات القوى التي ساهمت في كتابة الدستور. دعاة إنشاء الإقليم في البصرة باتوا على يقين أنه الحل الأمثل لحصول المدن الاقتصادية والغنية على حقوقها الدستورية كافة والتمتع بثرواتها بعيدا عن قيود البيروقراطية المقيتة لحكم المركز. إيهاب ركابي، اليوم، مدينة البصرة.